اهلا بكم طلاب الصف الاول الثانوي. معادنا مع مذكره المراجعه النهائيه في التاريخ. المذكره بتاعتنا بتتكون من 32 ورقه، وبنجمع فيها ملخص المنهج بالكامل، وكمان الاسئله المتوقعه في الامتحان ان شاء الله. الاسئله المذكره زي ما احنا شايفين منظمه، وفيها الحاجه بالاسئله بتاعتها بالشرح الوافي بتاعها، ملخص شامل للمنهج. والمذكرة دي تقدروا تحملوها من الرابط اللي موجود أسفل الفيديو. مذكرة ممتازة جدا، تقدر تذاكر منها، وانت حاطط المذكرة دي على الموبايل تقدر تذاكر بسهولة جدا. والتوفيق وإن شاء الله أعلى الدرجات، وأشوفكوا في مراجعة جديدة وفيديو جديد.